ممثلة مسرحية وتلفزيونية ارتدت الحجاب في 28 من عمرها، ثم خلعته لأسباب خاصة، وبعد فترة من الزمن ارتدته من جديد. فلماذا؟ أثارت هذه الحالة ترحيبا من قبل البعض واستغرابا من قبل البعض الآخر، كما لاقت من قبل فئة اجتماعية معينة التنديد. الفن والحجاب حكاية هذه المرة من العاصمة الأردنية عمان، فلنبدأ. بين مستغرب ومنتقد لظهور فتيات محجبات على خشبة المسرح كممثلات وكمغنيات، وبين مؤيد لهذه الفكرة، تدور حكاية الفن والحجاب في الأردن. قمر الصفدي عميدة الممثلات الأردنيات، ولدى ارتدائها الحجاب في المرة الأولى لم تلقى اعتراضا من أهلها. مدام قمر، بتحني لفترة اللي كان شعرك محرر؟ بحن؟ لا، مو بهالمعنى. يعني هو لا شك إنه الشعر يزيد من جمال المرأة، لكن أنا تحجبت فترتين على فكرة، كله كان في الفترتين عن قناعة بإني أكون يعني قدر الإمكان متدينة. فلا حنين، لا بالعكس، أنا هالأيام إذا سألتني، عم تسألني هلأ عن الوقت الحاضر، أنا مرتاحة هيك. وما حدسك أنت؟ تظنه يكون ولدا أم بنتا؟ أرجو أن يكون ولدا. أأنت ممن يكرهون البنات ويتشائمون من مقدمهن؟ لا والله ما أكره البنات، ألست منهن يا سلمى؟ ولأسباب معينة نزعت الممثلة المعروفة الحجاب، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة. اضطريت أني أرجع للعودة واسعة للعمل الفني، لأنه الحجاب أنا لا أنكر أنه أحياناً معوق أمام بعض الممثلات، فخلعت الحجاب على أساس أنه أقدر أشارك في أنواع كثير من الأعمال الفنية وليس فقط التاريخية أو الدينية. بعدين بعد فترة أنا كان عندي حنين كبير إلى الحج، إلى بيت الله الحرام، فالحمد لله تيسر لي الحج. فلما حجيت وجدت أنه خليني أرجع أكمل الصورة اللي أريد أن أكون عليها كمسلمة. علاقة قمر بالتمثيل علاقة قديمة حديثة تصل حد العشق المطلق. بعرف مدى عشقك للفن المسرحي أو التلفزيوني السينمائي، فيما لو عرض عليك دور يتطلب خلع الحجاب لفترة العمل هذا، هل ستخلعين الحجاب؟ لا 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 لا، خلص أترك الدور لغيري. يعني أصبح الفن هو بالدرجة الثانية بعد الحجاب؟ بفترض أنا هذه المسألة رضا من الطرفين. أنا كفناني لا أريد أن أنزع الحجاب، والمخرج إذا أراد مني أن أنزع الحجاب يشوف له ممثلة ثانية. وأما إذا ارتضى إنه الدور يقبل بأن أظل مرتدي الحجاب فلا بأس، وبقبل في الدور. فحاليا أنا ما حاسة إنه بالنسبة لي وعمري إنه هذا عائق. ما أنا قلت لك يا ستي، لما يموت أبوك وتموت أمك ويموتوا كل أهلك ويصير كل شيء إلك، بيصير من حقك تطردنا من بيتك ومن شركتك. ليش هالفلسفة يا ستي؟ عشان يحس ويزوق على دمه. بس لا، ابنك بده يورثنا بالحياة، وفشرت عينه وعين اللي خلفوه. أحببت أن أعرف من قمر عن رد فعل الوسط الفني على ارتدائها الحجاب. من أهم أعمالي عملتها وأنا متحجبة في الفترة الأولى، فيعني كان مفروض إنه في الفترة الأولى يستنكروا أكثر يعني، ويقولوا لي ليش تحجبتي، هذا بيقلل من فرصك. بس بالعكس والله، ما أبداً، كان عندي كتير عروض في الفترة الأولى تناسب وضعي.
يعني مسلسلات البدوية التاريخية الدينية وكانت كتير سائدة أكثر من الوقت الحالي. أنا حشري شوي، يعني أنت ب 28 ارتديت الحجاب، ليش ما ارتديتي في 25؟ يعني شو كان السبب المباشر؟ ما بعرف، كنت حاسة أنه لسه ما كان في داعش بوقتها. لا لا ما كان في، بس كان العالم العربي في وضع كتير متراخي ومتراجع، وحسيت أنه كتير الغرب عم بيأثر علينا سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فكان عندي نوع كأنه من الاحتجاج الداخلي أنه هاي مش هويتنا وهي مش إحنا، فأنا بدي أرجع للجوهر وللأصل، بدي التزم أكثر بمجتمعي وبما أنا عليه، وأكثر شيء ممكن يقربني من هذا الكلام رجوعي إلى الدين. راودني شعور بأن قرار قمر الثاني بارتداء الحجاب لا رجعة عنه، لكنني سألتها: فيما لو تكررت نفس الظروف اللي ساهمت بأنك تخلعي الحجاب بعد المرحلة الأولى، هل ستخلعينه مرة ثانية؟ لا، هالمرة أبداً أبداً أبداً. أنا كتير هيك مرتاحة وسعيدة. أنا بنتي طبيبة في أمريكا، وبروح على أمريكا تقريباً كل سنة، ومش مستعدة أخلع حجابي لأني رحت على أمريكا، وأنا بكون كتير فخورة إنه يعرفوا من لباسي إني أنا مسلمة. بنتك عفواً للسؤال محجبة؟ كانت محجبة، لكن لما سافرت على أمريكا برضو هي قناعتها، إنه كان في حواليها للأسف ضغوطات كبيرة لأنها محجبة، وهي كانت قصدت أصلاً أمريكا للتخصص، فخافت إنه تواجه بمشاكل كبيرة تعيق دراستها، وهذا فخلعت الحجاب. قدمت قمر العديد من الأدوار الهامة على المسرح إضافة إلى عملها في الإذاعة. يلا يلا. فقال عبد المطلب: أيها الملك، كان لي ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا، تزوجته كريمة من كرائم قومه آمنة بنت وهب، فجاءت بالغاية. إذاعة كانت سبيل للتعويض عن خسارة عملك في الأعمال الدرامية والفنية الأخرى؟ لا، بديت في الدراما من الإذاعة وكنت لازلت طالبة، كنت يعني أروح زي ما يقولوا عني دايما زملائي، أروح على المدرسة على الإذاعة بأواعي المدرسة، مزبوط مريول المدرسة، فبدينا في الإذاعة. فشغل الإذاعة ما إله دخل في التلفزيون، هذاك شيء لحاله شغل الإذاعة والشغل التلفزيون لحاله، ودائما كانت الدراما الإذاعية متوفرة وحتى في الوقت الحاضر. بتحاولي تنصحي الممثلات الشابات يرتدوا الحجاب؟ لا، هذه قناعة شخصية. هذه أستاذ أكرم، العالم صار حر وصار متواصل جدا، وصار يعني الثقافة والعالم، الثقافة صارت مفتوحة والإعلام صار مفتوح، فالإنسان بدأ يتمتع بقدر كبير من الحرية في تفكيره وحتى في حياته الشخصية، فصار كل إنسان حر، بده يتحجب، بدها تتحجب تتحجب، ما بدها تتحجب ما تتحجب، إلا في بعض مجتمعات قليلة في العالم الإسلامي اللي تفرض الحجاب زي السعودية وإيران مثلا، أما أنت شايف عنا في الأردن ما في. هذه قناعة، وأنا هذا كتير يعني بحبده، إنه الفتاة لا ترتدي الحجاب إلا بقناعة مطلقة، وإلا بيكون حتى حجابها مش حلو مش لائق.
لا يزال النقاش مستعرا في المجتمع الأردني بشأن ارتداء الحجاب من قبل بعض الفنانات. المزيد بعد الفاصل، انتظروني. كانت مرتدية الحجاب منذ ولوجها عالم الفن، وكانت خائفة أن لا تنال إعجاب الجمهور، لكن الأمر كان عكس ذلك. لنرى. على العكس من قمر، دخلت روسا عالم الفن مرتدية الحجاب بالرغم من وجود هواجس لديها تتعلق بمدى تقبل الجمهور لها، لكن سرعان ما تبددت هذه الهواجس إثر إعجاب الجمهور بها وبما تقدمه من أعمال كوميدية. روسن، شو الدافع الرئيس يعني اللي خلاك تلبس الحجاب؟ هلا الحجاب انا تحجبته وانا بالثانويه، لبسته عن قناعه الحمد لله، ولحد اليوم هاي القناعه موجوده. هو ستره وحمايه للبنت، وفعلا يعني لقدام بس كبرت اكتشفت انه هذا الحكي مزبوط 100%، انه فعلا حماني من كثير اشياء، مثل من المجتمع، من اللي حواليك، من كل شيء. وكأنا فنانه كوميديه كثير كثير فادني هذا الشيء، حماني يعني من كثير اشياء. بس ما فهمت يعني مين اعتدى عليك لحتى يحميك الحجاب؟ هلا ما حدا اعتدى علي، بس هي كفكره الحجاب بتحط حدود، حدود هاي الحدود بتحمي الانثى، مش كروسن يعني، انا بحكي بشكل عام. طيب فيما لو اجى مخرج قال لك ضروري جدا يكون في عندك ستاند اب كوميدي بدون حجاب؟ سارفض طبعا. ليه؟ لأن أنا متمسكة بمبادئي. ومبادئك الفنية وينها؟ يعني ساعتها بتنازل عن مبدأ الفني مقابل ديني. تخرجت روسن من كلية الهندسة وتمارس اختصاصها إلى جانب تعلقها بالتمثيل. هلا الهندسه بلشت من والدي مهندس مدني، حبه وشغفه للهندسه خلاني احبها يعني. من انا وصغيره كنت اشوفه وكذا وهيك، ودائما اساله طب كيف هاي، طب كيف صارت، كيف هاي العماره طلعت، صار عندي حب. وهو ربما يعني شجعني اكثر بدون ما يعرف انه هو شدني لتخصص الهندسه. فاول ما خلصت توجيهي حسيت حالي بدون نقاش اني انا راح اسجل هندسه مدنيه. ومارستي المهنه طبعا؟ طبعا. واجهتك مصاعب في ممارسه المهنه؟ هلا اكيد بداياتي كانت صعبه بالهندسه، كونها هندسه مدنيه وصعبه على البنت كونها بدها شغل ميداني. ولكن انا شخصيتي ما بتفرق معي، بالعكس بحب الحركه وبحب اني اتعب على الشيء. ولا يصعب على المرء أن يكتشف الحضور الكوميدي عند روسن دون أن يشاهد أعمالها الفنية. كوميديا بدمي منذ الطفولة، يعني المسرح أحلى أيام عمري كانت. مثلت في المدرسة مدة 6 سنين، وفزت بكثير جوائز، وكل سنة كنت أعمل مسرحية أحب المسرح أكثر وتعلقت فيه أكثر.
ولدرجة هلأ يعني بتمنى إني أرجع للمسرح. بالمسرح المدرسي ما كنت محجبة؟ صحيح، في 3 سنوات لم أكن محجبة. لما بتقارني بين تلك الفترة وبين هاي الفترة شو بيطلع معك؟ ما في فروقات، لأن المسرحيات اللي كنت أمثلها كانت شوية قصص قديمة، وكانت يعني ما بتتطلب إنه إني أكون غير مسترة يعني، فمش كتير فرق معي إنه بين محجبة وغير محجبة في فترة المدرسة. كل البنات عندهم 5 حواس، والحس السادسة إني أعرف إنه أنت عم تحسديني الآن، والحس السابعة اللي هي القدرة على الشوبينج، وهو موضوعنا اليوم. من دواعي الشوبينج: جوعانة، عطشانة، مجنونة، راسك محروق، مقهورة، وأهم إشي في سيل. الملاحظ في أعمال روسن الفنية الانتقادات التي توجهها للنساء. مواصفات شراء الشنطة: الطول في العرض في الارتفاع في العمق، يعني ممكن إذا بتصرخي تسمعي الصدى. هلأ أنا امرأة، فأنا أدرى. أنا واضح بالنسبة لك إنه فيعني ما فيش وحدة رح تقدر توصل الفكرة غير أنا وحدة منهم. يعني صعب كرجل يجي يحكي لك ما بداخل عقل المرأة، من الموضة، من الأواعي، من حركاتنا إحنا البنات، ما مستحيل زلمة يوصلها. فبدون ما أخطط، أنا لا خططت ولا درست الموضوع، لقيت متجهي لوحده لعند انتقاد البنات. بس شو كان هدفك؟ هدفي تصحيح هاي الأخطاء. أكيد يعني مش هدفي أنتقد حدا معين أو أعمم صفة على الجميع، لا، إنه إحنا ليه ما نغير بحالنا هذا الطبع؟ ليه ما نغير بحالنا هذا السلوك؟ يعني المرأة لو تعرف قيمة نفسها ما بتعمل في حالها هيك. وتنتقد روسن أيضا في أعمالها سلوك المغتربين القادمين إلى الأردن. المغتربين إحنا بنفكر إنهم بيكونوا عايشين فوق الريح، وإنه الواحد بس يوصل خارج نطاق الأردن رح يلاقي مصاري على الأرض ويقعد يلم ويكمش بهالشولات ويصير مليونير فجأة، بتعرفش كيف. هلأ أنا ما بعرف، يعني عندي عدة معارف مغتربين، فعلياً لاحظت الاختلاف. يعني أنا كنت معاهم لما كنا عايشين معانا بالبلد، ثم تجوزوا وطلعوا برا البلد، فلقيت هذا الفرق، إنه هم بطلت عجبتهم البلد. ليش؟ مع إني أنا لدرجة يعني ضليتني صابرة لعبل ما أنا طلعت برا البلد، سافرت مدة، قلت عن جد يعني معقول أكره بلدي أو كذا؟ لا بالعكس، لقيت حالي مشتاقة لبلدي أكثر وأكثر. بس في ناس فعلياً يعني ما بيقدروا قيمة بلدهم. أنت كفنانة ما عندك ملاحظات على بلدك؟ هلا أكيد في ملاحظات أكيد قوية. يعني شو هي؟ من الناحية الفنية صراحة ما في اهتمام بالفنان ينعطى قيمته، ينعطى اهتمام، دعم، سواء دعم معنوي أو مادي، هذا الإشي مش موجود عندنا هون. يعني ما شفت أنا بأعمالك مثلا عم تنتقدي مسؤول حكومي إنه ما عم يحل مشكلة البطالة مثلا؟ مزبوط. هلا أنا مش متجهي سياسي، بحبش أقرب على السياسة، ما عم بحكي بالسياسي أو إنه أنقد عضو حكومي، يعني ما مليش فيها. بس من ناحية البطالة عملت حلقة عن الشغل، وضحت فيها إنه كيف أحيانا الأسئلة اللي بتكون بالمقابلات غير منطقية، بلا عملت عليها حلقة. يعني ويبدو أن الخوف معشش داخل روسن. أكيد بخاف، لأنه أنا مش مثقفة جدا سياسيا. لا بتخافي من تبعات هاي المسألة؟ أكيد لربما. ما بتحبي القتل يعني؟ نهائي نهائي نهائي. ولا السجن؟ لا، أنا بحب أعيش بسلام. حتى أنا يعني بطبعي كشخص ما بحب المشاكل، ومسالمة جدا. على أن روسن بدأت الحديث رويدا رويدا عن المشاكل التي تقلقها. صراحة أحيانا أنا متعاطفة جدا مع أهل فلسطين،
كوني أنا أصلي من القدس بتضايق بزعل على الشعوب العربية الثانية بلدان مجاورة اللي عم بصير فيها. بحزني كمان وضع الشباب زي ما حكيت حضرتك سابقا، البطالة بتزايد مش طبيعي فعليا. صار الواحد الشاب يعني سواء بنت أو شاب كتير صعب يلاقوا شغل، يعني هذا الإشي جدا بضايقني. أنا انطلقتي صرت تحكي بالسياسي هلأ تقريبا. الانتماء للبلد صعب، وأنا ما بعتبره جزء سياسي، هو عبارة عن جزء عاطفي موجود بكل واحد. يعني ويستمر الجدل في الأردن بشأن ارتداء الحجاب من قبل بعض الفنانات، بين قائل إن الأمر شخصي بحت وبين متحدث بضرورة خلعه إذا اقتضت الضرورة الفنية. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزامة.